المباراه الاول سينتهي بالتعادل الا اذا خطيره الا اذا سجل السماوي وتقدم في هذه اللحظات بهدف جميل للغايه. يسجل فريق نادي بنياز في اللحظات الاخيره في الوقت المحتسب بدل الضايع. يظهر سولجومانوف ويضع الكره في المرمى من كره مرتده من عمل كبير. وصل سولجومانوف الذي يحرز هدف الثامن في هذه البطوله ويضع الكره في مرمى فريق نادي حتى قلت لك الا اذا وكانت الا اذا نعم صادقه فيما قالت. وبالتالي وضعنا وصلت الآن لمصلحة اللاعب أنيس كريمي. يتقدم كريمي في محاولة تمرير كريمي خطيرة فرصة الله سجل جبرائيل عدل النتيجة. لم يترك لهم الفرحة تستمر طويلا. يضع الكرة في المرمى وينقذ شوط المباراة الأول من أن يخرج فريق نادي حتى وتطلع. ما زال يحافظ على كرته ينظر ثم يرسل كرة عرضية خطيرة الله هدف رأسي قاتل في مرمى حتى. يسعد هذا المدرب ميلانيتش رأسية جميلة حلوة في مرمى سالم خيري. وبالتالي جميل سولجومانوف يسجل الهدف الثاني. ثنائية هذا اللاعب يضع الكرة في المرمى تسع أهدافه في هذا الموسم. يضع الكرة بشكل جميل بشكل سليم في المرمى محرزة للهدف الثاني لفريق نادي بنياز. أو بشبه ركنية عرضية من جبرائيل سوزا الله يسجل حتى هدف ثاني في هذه المباراة ويعادل النتيجة عن طريق تشارلز. هل وضع قدم تشارلز في الكرة الماضية وبالتالي حتى يعود سريعا كما عاد في شوط المباراة الأول يعود في شوط المباراة الثاني أيضا ويسجل هدف التعادل وتصبح في محاولة المرور أحمد أبو ناموس. يا سلام هذه تمريرة خطيرة لسولجومانوف ممكن تسديدة يا الله حلو الهدف يا فواز عوانة حلو الهدف من فريق نادي بنياز. سولجومانوف يصنع الهدف الثالث كما سجل هدفين. أتى الدور على أن يصنع الهدف لفواز عوانة أول أهدافه في هذا الموسم يضع في مرمى فريق نادي حتى. شوف بدأت من بناموس ووصلت إلى سولجومانوف. شوف عدم أكثر من مرة وبعد ذلك مررها وفواز عوانة هدف تاريخي هدف بطريقة جميلة هدف لا يسجل إلا الكبار يا فواز عوانة. شوف بلمسة بلد من المدافع كرة ما زالت في صالة فريق نادي بنياز. يا سلام تسديدة الرابع بقدم سواريز الرابع بتسديدة قوية صاروخية للسماوي. يضع الكرة في المرمى ويسعد هذا الرجل من جديد ميلانيتش اللي ما كان سعيد في شوط المباراة الثاني لكنه أعتقد الآن أصبح سعيدا جدا بهذا الأداء. شوف اللقطة شوف سولجومانوف أيضا اللمسة الأخيرة كانت أو قبل الأخيرة كانت من سولجومانوف. شوف تسديدة قوية كشف فيها المرمى سواريز من بعيد.